عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذتنا بتاع الإنجليزية قالت إن نديرو our body جسم الإنسان، بحث على جسم الإنسان. راهي هنا يا زميلة عيد ساعديني، لكن قبل ذلك ما تنسوش تابوني عندي وديروا لي لايك وتدقوا على الجرس. كاينة هنا يا زميلة عيد باش تساعدني. شوفوا كيفاش رانا نديرو. قبل نرسمو الايادي الاصابع، هو رسمة زميلتي اليد، دوك نزيد انا نرسم الوجه. اي تلون زميلتي رانيا شعر تاع طفلة، ورسمنا الوجه ورسمنا اليد. وجدت زميلة تاعي الثانية صديقتي رجاء باش تدير معانا. باش تتعلم رانا كذينا الرسومة تاعنا. دوك نكتبو العناصر، نبداو حنا نديرو عناصر تاع اليد واسمها في هاند. نكتبو هنايا العنوان واسمو في هاند، هذه اليد تسمى في هاند. نبداو نكتبو كل يد، نكتبو له الاسم تاعو. عندنا اصبع، عندنا البوس، هذا البوس يسمى بالانجليزية ثامب. نكتبو ثمب. عندنا لاندكس واسمه بالانجليزية لاندكس فينجر. لو ماجور، هذا هو لو ماجور، كاع طويل فيهم يسمى لو ماجور. دوك نكتبو هذا واسمو لانيدير واسمو رينج فينجر. ما تنسوش داغن رينج هو لا باج، و فينجر هو الدوا. ومن بعد نكتبوه، عندنا رينج فينجر. عندنا هذا الصغير واسمو لوريكولير واسمو ليتل فينجر، نكتبوه بالبلو نوي.
little finger. Finger. وكنقولوا الجسم الانسان كله. دوك تكتب الزميله تاعي، دور الزميله تاعي تكتب the body، هو جسم الانسان. the body دي the body. نروحو يا نروحو لهنايا. فورمي هذه اسمها لا تيت، لا تيت اسمها بالانجليزيه هيد. اكتبي هيد، اش او ا دي، او ا دي. زيدي اكتبي هنا لي زيبول واسمهم ابل واسمهم شولدر، اسمهم شولدر. اكتبي شولدر، اسم اس اش او يو او يو او يو ال ال دي ال دي او ار شولدر. تري بيان. نحو لي برا واسمهم بالانجليزيه ارم ارم. اكتبي ارم، ا ماجيسكول ارم، ا ار ام ارم. زيدي اكتبي لا مان اليد واسمها هند هند. the hand. نكتبو جامب بالفرنسي، مي ما نكتبوش جامب، نكتبو ليغ. ليغ ال او جي. شكرا. زيدي لي بيي رجلي اسمهم فوت، كيما فوتبول. فوتبول معناه رجلين تاع الكره، رجلين لي يمارسون الكره تاع فوتبول. فوت. دوك نقولو هنا رأس الإنسان واسمو ذا هيد. نكتبو هذا هو العنوان، توجور ما ننساوش ذا هيد. نكتبو دوكا، نبداو بلي شوفو. لي شوفو اسمهم الشعر واسمو هير. the hair. دوك نزيدو لي زيو العينين واسمهم اي اي. الى لا برونونسياسيون لزوغي الأذنين اسمهم إير إير. نكتبو إير. نزيدو لابوش لابوش واسمها ماوث ماوث.
نكتبوه موث مي لا برونونسياسيون تاعو ماوث. نقولو لوني لوني اسمو نوز نوز. عندنا لو كو واسمو نيك. نيك نكتبو العنوان تاع الحصة تاعنا اناتومي. اناتومي ا تي تي O O mi O M O M Y. Voilà. Off O F T V The human, human, H-U-M-A-N, A-N, body, B, B, O, D, O, D, Y. Très bien. رانا جزينا نجرا تاعنا انا اورانيا ونشكر رجاء اللي جات اليوم باش تتعلم العناصر تاع جسم الانسان تاع anatomy of the human body. و نتمنى لكم عجب لكم كاع هذا المشروع اللي درت لكم وراكم استفدتوا منه. وما تنسوش داون تديروا لي اللايك في الفيسبوك وفي اليوتيوب وديروا لي لي كومونتير وديروا لي لي لايك وتابوناو عندي في قناتي تاس دائما. و نجاكم ديال هنا.